هلا بالغوالي، كيفك وشو اخبار؟ اليوم بدنا ننفذ اجمل المبادرات اللي بقوم فيها قناة كول، هي الصندوق الزاكي، الصندوق اللذيذ اللي بحتاجه كل بيت وكل طفل، كل كبير وكل صغير، كل شاب وختيار كمان. تعالوا معنا نفرجيكم مبادرتنا الرائعة المميزة لليوم وايش مناسبتها وقصة هذه المبادرة. الصندوق الزاكي معانا، تعال نتعرف اول شيء على الصندوق الزاكي اللي معانا. بفضل الله الحمد لله رب العالمين تمكننا من تجميع اكثر من 300 صندوق زاكي. طب ليش؟ سبق تقريبا قبل تقريبا اسبوع قمت بعمل الصندوق الزاكي لاحد الاطفال او مجموعه اطفال هيك عندنا من الجيران هنا. خليني بس هيك على عجال احكي لكم قصه هذا الصندوق الزاكي. الصندوق الزاكي اللي معانا بيجي الولد او الطفل بيطلب من ابوه مصروف وشيكل، وطبعا عندنا شيكل، وانتم عارفين الوضع اللي احنا بنمر فيه بصراحه سيء سيء جدا. بتلاقي الام او الاب بيقول للطفل بهمش يا ابني اليوم معنا الشيكل، خليها لبكره. يلا ماشي لبكره. طبعا الطفل بده ياخذ هذا الشيكل ويشتري فيه. بيجي ثاني يوم بيجي الطفل كمان كذلك الامر، ما معطيني الشيكل، بتقول له روح لبابا معيش، روح لبابا. بروح لبابا بحكي له يا بابا ما معي، روح لماما. ما بروح لماما بقول روح لخاله. ووضع الناس على هذا الحال للأسف، فلوس يعني شحيحة شحيحة جدا، وضع يعني فقر وقلة وقلة أشياء، وغلاء أيضا بالأسعار، غلاء بالأشياء الموجودة معانا. عشان هيك أصدقائي قررنا نعمل أو نكرر مبادرة الصندوق الزاكي، بدل ما تبقى معانا صندوق واحد لعائلة واحدة. الحمد لله عملنا أكثر من 300 صندوق حتى نخفف عن الآباء والأمهات، ونحاول نوفر بعض الأشياء لمدة مثلا ممكن هذا الصندوق إن شاء الله يقعد معنا تقريبا يعني عند الأهل أو أولياء الأمور ممكن يقعد تقريبا أسبوع يكفي أطفالهم طفل أو طفلين. طبعا راح نوزع لكل طفل صندوق من هذه الصناديق الموجودة معنا بالحاجات اللذيذة اللذيذة جدا. هذا الصندوق مش بس للأطفال، أيضا راح نوزعه للعائلات، راح نوزعه لكبار السن، وراح نعطي برضو الشباب اللي ما بنولهم أي حصة من قناة كول أو ما بنولهم جانب. عادة الشباب كثير بشكولي، عشان هيك قررنا نعمل هذا الصندوق ونطلقه ونوزعه للكبار وللصغار لكل الجهات. الكل الآن بده يعرف إيش مكونات هذا الصندوق. نيجي لمكونات هذا الصندوق على السريع نتفرج. هاي معنا الصناديق، طبعا كل الصناديق تقريبا مشابهة. نبدأ على بركة الله. أول شيء في معنا كراكر طبيعي، طبعا هذا بالزعتر. حاولت انه يكون كل مكونات هذا الصندوق صحي هيلثي، ابتعدنا على الاشياء الغير صحية. في عنا هون فصمات، في عنا كمان هون اعتقد شيبس او ما شابه، وبزيت كمان للاهالي كمان يتسلوا. في معنا كمان هذا الخبز محمص. نيجي شوي هيك للبسكويتات، يعني هذا البسكويت السادة، في هذا بسكويت مالح، في هذه رقائق البطاطا أعتقد مع الكافي، تشكيلة حلوة ومميزة معانا. عندنا بسكوت سادة كمان، عندنا هذا النوع من الكراكر أو قصماط. في معنا كمان هذا مشروب بالحليب، موز بالحليب، وعندنا فراولة بالحليب، من أروع أروع الأشياء جبنة وأفضلهم. في عنا عصير بالشوكولاتة كذلك الأمر. هذه هي مكونات الصندوق معانا، تقريبا في معانا 15 صنف، والحمد لله قدرنا نجمع أكثر من 300 كرتونة، وفي منهم أكياس. تعالوا ننتقلها غاد على الشقة الثانية. المهم أصدقائي بحكي لكم إنه إن شاء الله بهذه المبادرة راح نخفف شوية عن الأمهات والآباء، راح نبعدهم عن الإحراج شوي، نعزز من صمودهم. ليش؟ أحيانا الأم والأب يصابوا بإحباط. من إيش يصابوا بإحباط؟ بيجي الإبن أو الولد يطلب من أبوه المصروف تبعه ما بلاقي معاه، وتاني يوم وتالت يوم كذلك الأمر، بتلاقي الأب والأم بصيبهم حالة نفسية صعبة صعبة جدا بصراحة. عشان هيك أنا حبيت إنه أخفف من هذا الموضوع. الجو نار عندنا. طبعا معانا اخوي وحبيبي الحكيم محمود. اهلا وسهلا. الحكيم محمود اخوي وحبيبي، طبعا هو صاحب قناه يوميات محمود. هذه القناه
الرابعة ولا الثالثة؟ الثالثة. الثالثة كان عنده قناة أولى الحكيم محمود والقناة الثانية. القناة الأولى محمود إسماعيل والقناة الثانية حكيم محمود هلقيت القناة يوميات محمود. طبعاً القناة الأولى راحت، الثانية راحت، بنحاول نحافظ له على القناة الثالثة، عشان هيك بتمنى من الجميع دعم أخوي محمود بصراحة لأنه بيستحق. دائما هو من الجنود المجهولين معنا في مبادراتنا كلها. قناته اسمها يوميات محمود، راح اكتب له اياها هي هنا ورابطها في اول الوصف. اخوي طبعا وتاج راسي، بارك الله، وواجبه علي يعني لازم انا ادعمه، اذا ما دعمتش اخوي مين بتدعم؟ ما حدش يعتب ولا يزعل مني. تفضل. اليوم عندنا احلى مبادره من المبادرات، مش بس بتخص الاطفال، بتخص الشباب، بتخص النساء، يعني هذا الباكج، هذا الباكج الكبير اليوم راح يخش على كل خيمه. يعني شوف كيف الباكج هذا، انا بصراحه وانا بصف اشتهيته، يعني كثير في اصناف. شوفوا كيف هذا، طبعا فراوله بالحليب، وهذا موز بالحليب العصير، هذا كمان شوكو بالحليب موجود، يعني بكفي لكل العيله. طبعا احنا بكتنا منه كراتين، وما كفت الكراتين حطيناهن بباكجات. هو نفس طبعا بمناسبه الكراتين والباكجات والنايلون اللي بنبكت فيه هذه المبادرات، قعدنا تقريبا هذه المبادره قعدت معنا تقريبا اسبوع لما لميناها، وايضا طيله هذا الاسبوع قعدنا نلم كراتين نلم نايلون. ما فيش ادوات للتبكيت، يعني الادوات للتبكيت هذه مش موجوده عندنا، عشان هيك اضطرينا نمسك الكرتونه ونقسمها نصفين. طبعا هذه محتويات الكرتونه هي نفسها محتويات الباكج، بس احنا حاولنا نستغل الكراتين الفاضية هذه الموجودة معنا ونعبي منها الباكجات، وايضا لمينا كمان كراتين. نبعد شوي عن الباب، طبعا مش هذه المجموعة وبس، بنوبيت الله يعطيهم العافية كل من ساعدنا ووقف معنا في هذا العمل الرائع. تعالوا كمان افرجيكم كمان الكراتين في المخزن، برضو في عندنا في المخزن، تعالوا معاي، تعالوا خذوا لكم نظرة كمان هون، برضو في عندنا كمان كراتين. ان شاء الله بدنا الان ننطلق مباشره ان شاء الله بتوزيعها على الاطفال والكبار والصغار. طبعا في عندنا من المبادرات المستمره هون اللي بنقوم عليها هي رياض الاطفال، وايضا المراحل التعليميه في التدريس كمان راح نوزع للاطفال، كمان لكل طفل برضو بداوم معنا وبيجي وملتزم ومنتظم معنا في الحلقة التعليمية أيضا راح نعطيه باكج. طبعا إحنا في المناسبة هذه بنتشكر قناة كول اللي بتقوم بمساعدة وبتخلي الفرحة والسرور على كل خيمة وعلى كل أسرة نازحة في الخيام وخارج الخيام. يعني في كتير شغلات يعني بتقدمها من كتير، يعني هذا الباكج وباكج باكج الأحلام هو راح يتأكد. وتأكد إنه كمان قناة كول بمشتركينها ومتابعينها ومنتسبينها وكل من شاهدها له سهم في أكيد هذه المبادرات الموجودة معنا. أكيد. طبعا نزل بنطلونك اللي قاعد عفوا شكرا راح تنبسط كثير عفوا امشي خليها عشان شكرا يا والله بخير والله بخير. تفضل يا جد، تسلم وجهك عليك حبيب قلبي يا جد، حياكم الله. تفضل يا جد، شكرا. ما شاء الله عنك. كمل المثل، بيقول المثل ساعة الصفا ما بتنفات، ونصح لك بيات بات. ألف مبارك يا حجي معك السنة، يعطيك الصحة يا أمه. الله يكسر رزقك. شكرا حبيبي. عفوا والله غير دائما استدعيك، الله يعطيك الصبيان تحية اللي ما بس الله يعوض عليك. يا نبيل سيدي عمرو الثاني.
يا هلا يا هلا خذ دودو والكرزة يلا اعملوا هيك رزان وينها تعالي كيف حالك يا رزان الحمد لله تفضلي هادي يلا صحة وعافية يا رزان تفضلي تفضلي يا حلوة طلع على الكاميرا هون قوليها باي يلا يا اختي علي انبسط طب اتفرج بك انت انبسط ايش رايك حلو اه يلا كيف حالها الحلوة شطورة حمودة قولي حمودة حمودة زعلان خذ خذ يا اختي على الحلوين اشوف ما شاء الله طلع اشوف ما شاء الله ما شاء الله عفوا this is Amir yeah this is Amir he is a professional in English language which do you prefer a bag or a box? Which do you prefer? A bag. A bag, okay. Here you are. Can you mention how many items here in this bag? Okay. Okay. 1, 2, 3. How much? How many items in your bag? 20. 20? Almost 20 items. Okay. Which one do you prefer? Which one do you like? Do you like biscuits? Or drinks? Do you like drinks? مشاريب. Okay. Have a nice time. Enjoy. Bye. كيف الحلوين؟ كيف الشطورين؟ ما شاء الله صوت وصدى صوت حلوين اليوم جبنا لكم هدية كثير كثير حلوة ليش؟ عشان انتوا بتقروا معانا وبتتعلموا شاطرين وعاقلين وما شاء الله عليكم أذكياء كثير 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 عشان هيك اليوم جبنا لكم سلة مليانة أشياء زاكي 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 يلا يلا بالدور من هون يلا كلوا وتهنوا شفتوا اللي بيجي وبيداوم عنا قديش بنبسط وهيك تقريبا أصدقائي أتينا إلى انتهاء التوزيع من هذه المجموعة الرائعة المميزة طبعا بضل عندنا كم من باكج أو كم من بوكس في ناس بنكون ناسينهم في ناس بيجونا زوار في ناس بعدك بتذكروا حالهم وبنوزع لهم لكل واحد صاحب نصيب ودائما بنتمنى لكم كل الخير وإن شاء الله دائما بنقول الفرج قريب سلام